إكسبرس FM الأخبار. أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أعوان الرقابة بالهيئة الفرعية للانتخابات ببنعروس يسجلون إلى حدود يوم أمس حوالي 17 مخالفة انتخابية تم تحرير محاضر في شأنها بعد إجراء عدد من المعاينات الميدانية وبعد التداول فيها من قبل مجلس الهيئة تقرر حفظ 14 محضرا. ووجه المجلس تنبيها إلى مرتكبي ثلاث مخالفات قام بها حزبان وجمعية مشاركة في الحملة تتعلق بوضع المعلقات في غير الأماكن المخصصة لها والقيام بأنشطة دون الإعلام والتصريح بها أو بتفاصيلها لدى الهيئة وفق ما يقتضيه القانون، إلى جانب وجود ملصقات حائطية تدعو للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء. الشركة التونسية للملاحة تعلن في بلاغها أنه تم إلغاء رحلة السفينة قرطاج تونس مارسي ليوم 14 من جويلية الجارية، داعية المسافرين الحاجزين على هذه السفرة إلى تغيير موعد سفرهم دون معاليم إضافية على الرحلات التالية. تونس جنوا يوم الجمعة 15 من جويلية على متن السفينة تانيتا، تونس مارسي يوم الأحد 17 من جويلية على متن السفينة تانيتا. وزارة الصحة توصي الحجيج باحترام الحجز الصحي الذاتي لمدة 7 أيام إثر الرجوع إلى أرض الوطن، لافتة إلى مواصلة اتخاذ نفس الاحتياطات الوقائية وضرورة تجنب مخالطة الآخرين عند ظهور أعراض كوفيد-19 أو الزكام. الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين تسجل خلال 24 ساعة الماضية 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع إلى 58 إصابة في معتمدية تطاوين الشمالية و39 إصابة في معتمدية تطاوين الجنوبية و33 إصابة في معتمدية غمراس و15 إصابة في معتمدية رمادة و11 إصابة في معتمدية الذهيبة وإصابتين اثنين في معتمدية السمارة وإصابة واحدة في كل من معتمدية البير الأحمر وابن ميهرة. وأشارت الإدارة الجهوية للصحة في تحيينها الصادر اليوم إلى إقامة 5 مصابين بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصابين 2 بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة لتلقي العلاج. في أخبار العالم، حيث تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعيد وصوله إلى الكيان المحتل اليوم في أول جولة له إلى الشرق الأوسط بإعطاء دفع لعملية اندماج الكيان في المنطقة. وختاماً، قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 9.1% خلال الجمعة الماضية صعوداً من 8.6% في شهر مايو في أعلى مستوى له منذ 41 عاماً وفق ما أفاد به مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في بيانه اليوم. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز، قدمته لكم نواع مغربي، إلى اللقاء.